بدنا نعيد راس السنة، هيدي صلابة اللبناني وحبه للحياة رغم كل الظروف الصعبة. لكن هالليلة المميزة محاطة بجملة مخاطر بتتعدى المستوى الأمن العام للطال الخاص، لأنه بيزداد خلالها خطر الإصابة بالنوبات القلبية، بتكثر حوادث السير وحالات الاختناق. لهيدا السبب التجهيزات معززة على الأرض، فالصليب الأحمر اللبناني وضع طواقم الإسعاف والطوارئ بحالة تامة من الجهوزية. بالمبدأ عنده 800 مسعف موجود على الأرض بمراكزه من شبعة لوادي خالد، و190 سيارة إسعاف جاهزين تلبوا النداءات الطارئة على خط الطوارئ المجاني 140 من خليوي أو عادي. النقطة الثانية الأساسية أنه الصليب الأحمر كمان عنده مراكز نقل الدم بسبيرز وبطرابلس، كمان على خط الساخن 1760 على الهوت لاين في حال في حالات طارئة وبدأ طلب دم، دغري بيتحولوا لمراكز نقل الدم المعنيين 24 تيقدروا يلبوا بهذا الموضوع. رح أكد لك 800 بيصيروا 1600 و2000 لأنه بيسهروا عند أهليهم أو مع أصحابهم، بيجوا على الصليب الأحمر. وأكيد اللي شربان ما بيطلع بمهمات أبداً أبداً أبداً، ولو حتى شيء خفيف في الفرق الجاهزة بتضل جاهزة، بيرجعوا بيقضوا السهرة للصبح لأنه الحوادث بتبلش للأسف وإن شاء الله ما تصير بعد 12 بعد الوحدة ونص أكثر تنتين للصبح، العالم هي بسربة هون الحوادث الخطرة. تكفي إنه المواطن يلتزم بقانون السير، ما يشرب هو عم بيسوق، هيدي النقاط الأساسية، ويشرب كتير مي، وخاصة الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة وعندهم مشاكل قلبية يشربوا مي ويجربوا ما يشربوا كحول، يخففوا قد ما فيهم، هن بيعرفوا بهذا الموضوع. هودي النقاط الأساسية. هلأ النقاط الأكثر بالتدفئة، بتعرفي لازم ينتبهوا بموضوع التفحيم، بموضوع الغاز، كل هالنقاط في توعية بهذا الموضوع، وخاصة السيارات اللي وين في مناطق، يعني في شباب تتحمس راس السنة بتطلع على الثلج تجرب سياراتها وبتعلق وبيجي لها اتصال، المراكز المعنية بالثلج مجهزة بسيارات الدفع الرباعي والفرق للبحث استعداد كامل لتلبية النداءات الطارئة من قبل الدفاع المدني أيضاً على رقم الطوارئ 125 استناداً إلى الخطة الخاصة بفترة الأعياد اللي بتشمل حالات عديدة. حوادث السير متدخل فيها، نقل الإصابات متدخل فيه، الحريق إذا حصل إن كان بالمنازل أو بالمطاعم أو بالأماكن السهر أو بالسيارات، كل شيء بيتعلق بالإطفاء والإسعاف نتدخل فيه، إلى جانب الإنقاذ. وقت نحكي إنقاذ خاصة إذا عندنا إصابة علقانة داخل سيارة على أثر الحادث، طبقت السيارة يعني جعلك صار في جعلك بالسيارة، الأبواب ما بقى تفتح، الإصابة علقوا افترضنا إجريها تحت الديركسيون وما عم يقدروا يسحبوها. فبقى نحن هون دورنا اللي بنيجي نحن معنا معدات خاصة مشان تفتيح وتوسيع الأماكن، حتى إذا اضطرينا نقص مشان نحرر الإصابة مشان نقدر نسحبها من داخل السيارة. إرشادات توعوية موحدة وإجراءات متكاملة عم بيقوموا فيها الجمعيات بتنسيق تام مع القوى الأمنية لتبقى المسؤولية الأكبر على المواطن، فإذا كان في عقل براسه بيعرف خلاصه وبيعيد مبسوط وبأمان هو ومحبينه.